يجب علينا أن ننمي في ذواتنا وفي الآخرين الحس الاجتماعي. نكون اللجان الاجتماعية اللي تحاول أن تخفف من هذه المعاناة. هذه المعاناة، معاناة الفقر، مو كلمة واحدة. الفقر يعني الجوع، الفقر يعني الموت، يموت، الفقر يعني المرض، يتمرض، ما عنده ثمن، يراجع الطبيب. الأب اللي يشوف ابنه دا يموت أمام عينيه من الجوع والمرض. الفقر يعني الكفر، كاد الفقر أن يكون كفرا. الفقر يعني التطرف، هؤلاء الأفراد المتطرفين اللي يهدمون المجتمع، اللي يقومون بعمليات انتحارية تخريبية، كثير منهم أفراد فقراء معقدين، هذا يحمل حقد على هذا المجتمع. هذا الحقد اللي موجود بباطنه يريد يفجر هذا المجتمع ويفجر نفسه أيضا. الفقر يعني نمو الحركات الإلحادية. الفقر مو يعني فقط واحد فقير ما عنده شيء، الفقر يعني كل هذه المشكلات. الفقر يعني الإخلال بالنظام الاجتماعي. أبو ذر يقول: عجبت لمن لا يجد قوته أو قوته في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. واحد يحاول المساهمة الفردية الاجتماعية عبر تكوين اللجان لتخفيف وقع هذه المشكلة.